الفريق المنافس صح كان وراء منظم كان شرس يعني كما قلت كليتي أغريسيف هذه موجودة في كرة القدم ممكن شوية زايدة لكن هو كان يلعب أنه على حساب قوته على حساب إمكانياته على أكثر شيء على حساب إمكانياته ممكن كان لكن إحنا نشوفه إحنا هذاك كما أقول لك الاستحواذ على الكرة كان سلبي إلى كما قلت لاعب سلبي يعني بعيد بعيد علاش لأنه ما كناش نستفادوا 81% استحواذ على الكرة هاي هذا يعني شوف ما عنده حتى الشوط الأول نحكي في الشوط الأول عقيم لو نشوف هذا الاستحواذ هذا طاقة الاستحواذ هي المهمة يعني لا تستحوذ الكرة في الدفاع ديالك هذيك حاجة ما فيها والو لأنه هو يساعدهم الحال يعني لو ما جات لو ما ولو نشوف لو نرجع المباراة نشوف كل الكرات اللي جات قوية أو يعني كما قلت خطيرة كانت بخطأ من دفاعهم ممكن يعني في سوء الكرات أو خديناها لهم حتى نشوفوا يعني الكرة تعلي سجلنا بها كرة ثابتة يعني كما قلت وش حبي يقول كذاك الاستحواذ تاعك ما استفدتش منه استفدت بكرة ثابتة يعني هذا موش الاستحواذ